تخيلوا معي أيضا التي تشرف على لجنة جديدة بعنوان لجنة قضايا جدلية ومناظرات، وتعد لمجموعة من المناظرات القوية الأستاذة روشان صفا، ونسعد بها. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بحيي الحضور الكريم وبحيي الدكتور حسام عقل وبحيي الأستاذة عزة وبحيي الأستاذة انتصار والأستاذة إيمان وكل أبطال ملتقى السرد العربي. أنا انضميت حديثا لملتقى السرد العربي بمنتهى الحب والسعادة. أنا كان عندي منتدى وهو مازال قائم اسمه منتدى روشان صفا للثقافة والفنون. أنا هحكي بعض المواقف القصيرة جدا جدا اللي الدكتور حسام عقل ما يعرفهاش. أنا في ليلة تدشين المنتدى بتاعي بدأت أتصل بالضيوف ضيف فأرهقوني جميعا، والله يا عبد الله على ما أقول شريف، كل ضيف أرهقني بمدة المشاركة وتوقيت المشاركة والجلوس على المنصة، وكنت بأرهق إن أنا أقنعهم وأراضيهم فيما عدا الدكتور حسام عقل طبعا الوحيد اللي أنا مجرد ما اتكلمت معاه في التليفون بعزمه على تدشين المنتدى قال لي انت هتعملي ايه يا روشان، انت هتقدمي ايه يا روشان، وبدا يناقشني في المحتوى الادبي اللي انا هقدمه من خلال المنتدى بتاعي. وكان هو من اوائل الحضور ولم يتوسد المنصه ولم يبادر انه يسالني انت هتخليني اتكلم امتى او فين، انكار ذات غير طبيعي. وبعدين تثبيت الدكتور حسام هو يستحق عن جداره. تاني نقطة، لما أنا حصل كورونا وأنا ابني الكبير طبيب في القصر العيني وأصيب بالكورونا، وابني نصحني إن أنا أنعزل عن العمل الثقافي خوفا منه عليا، انعزلت شوية وابتعدت عن الوسط الثقافي. قليلين جدا من الوسط الثقافي اللي اتصلوا بيا يسألوا عني كان في مقدمتهم الدكتور حسام عقل. كان بيتصل بيا كل فترة يقول لي أنت فين يا روشان؟ أنت غايبة. لحد ما بدأت أرجع، وأول ما رجعت قال لي أهلا بيكي وحمد لله على السلامة وإحنا عاوزينك معانا في ملتقى السرد وإنت هتقدمي فكر إيه، وبدأنا نتشاور في محتوى اللجنة اللي أنا الدكتور أعلن عنها النهاردة. آخر حاجة أنا عاوزة أقولها له، أنا امبارح، أنا طبعا اشتغلت في الصحافة فترة طويلة، آخر حوار صحفي عملته كان امبارح مع الكاتب اللي فاز بجائزة البوكر اللي هو محمد النعاس، وهو هيشرف على طاولة ملتقى السرد العربي. وأنا طبعاً قرأت الرواية وذكرتها كويس جداً بعد توجيهات الدكتور حسام عقل ليا. في مقولة أعجبتني جداً في الرواية وأحب إن أنا أهديها للدكتور حسام عقل. المقولة بتقول، هو كان بيصنع الخبز فبيقول الخبز بيتكون من الدقيق والملح والمية والخميرة ودرجة حرارة الفرن والوقت، دي مكونات الخبز لو أي حد هيعمل رغيف هيلتزم بالشروط دي، ولكن في مكون أساسي اللي هو بيخلي الخبز حلو اللي هو الحب، وهو ده اللي أنا لقيته في ملتقى السرد: العلم، البراغماتية، الالتزام، التناسبية في العمل، التنظيم الفائق، الالتزام بالكلمة وبالمواعيد معايا مع الدكتور حسام. الدكتور حسام من أول ما بدأت لحد اليوم هو أكبر داعم ليا على المستوى الشخصي، وهو عزيز ليا عليا جدا، وأنا بقدره وبحترمه وبقدره وبحبه جدا لأنه أخ كبير، وبحب كل أفراد وأسرة ملتقى السرد العربي، وأتمنى النجاح للجميع، وأسف على الإطالة، وأشكركم وأشكرك يا دكتور وأشكركم جميعا. شكرا جزيلا أستاذة روشان. لحظة التكريم.